ستارت اب ويكند عمان هي فعالية بتمتد على مدار 54 ساعة بيجتمع فيها المهتمين بتطوير البرمجيات والتصميم والتسويق ومدراء المنتجات والمتحمسين لإنشاء الشركات الناشئة في مكان واحد ليتبادلوا الأفكار ويشكلوا فرق العمل ويقوموا ببناء المنتجات وإطلاق الشركات الناشئة. ستارت اب ويكند هو عبارة عن مجموعة من الشباب عندهم أفكار بدهم يحلوا مشاكل بالمجتمع، مشاكل بالمنطقة العربية مثلا أو بالعالم، فبيجوا يطرحوا أفكارهم ويطرحوا كمان المشكلة والحل تبعها وببلشوا يعملوا برودكت. البرودكت قد يكون تانجبل وانتانجبل، قد يكون إشي نقدر نشتريه بالسوق أو قد يكون خدمة. عملنا بروجكت اسمه إنكويك، هو عبارة عن موقع ويب موبايل، موبايل أبليكيشن تقدر تخلي الناس هي تكون يوزرز، تعمل أخبار، بتحط أخبار من عن طريقها، هي بريكنج نيوز هي شافتها بتصورها بتنزلها. ففي أكثر من 116 دولة حول العالم وبأكثر من 650 مدينة تقام هالفعاليات وعلى مدى 3 أيام. ففي اليوم الأول بتم طرح الأفكار والتصويت على الأقوى والأمتن والأكثر قابلية على التطبيق فيها، ومن ثم بتم تشكيل فرق العمل، وفي اليوم الثاني بيقوموا بمباشرة العمل على هالمشاريع واللي أغلبها هي مشاريع إلكترونية بوجود مدربين مؤهلين. أما اليوم الثالث والأخير بيتم عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم. احنا صراحه الانسبيريشن تبعنا انه بعالم الفيلم ميكينج في شيء اسمه اي رول وفي شيء اسمه بي رول. اي رول يعني هو عالم انه يعني كل الشوتس الاساسيه في الموضوع، البي رول اللي هي الكات اويز اللي بتخلي الموضوع مور انترستينج، بس هاي الكات اواي ات فيلز ان ا جاب اند ميكس ات مور انترستينج. الهدف من الستارت اب تبعتنا هي تربط السيرفيس وذ تالنت. We're not giving you a full-time job. What we're doing is if you have a talent and if you have a service, صنفلت انت عندك event بكرة، بدك حدا يدهن الحيط، بدك حدا يساعدك فين الأغراضك، بدك حدا يصور هاي الايفنت، بتدخل you log into the application وبتدور على ناس within انه حواليك، ممكن يكونوا بعاد عنك 10 كيلومترز، ممكن 50 كيلومترز، ممكن بمدينة تانية حسب الحاجة، يعني حسب وين الايفنت موجودة. وانت basically يعني بتدور على الناس اللي عندهم السكيلز اللي انت بتحتاجها من هاي السيرفيس and then you basically book them. بعدين بصير هذا الانتراكشن. الشركة اللي بلشنا فيها بالإيفنت هي إنه نعمل تحليل للمشاركات على الشبكات الاجتماعية من ناحية إنه هل هي إيجابية أو سلبية. إيش هذا بهم الشركات اللي راح نقدم لها الخدمة هاي؟ إنه كثير انتشرت طرق تواصل عبر الشبكات الاجتماعية وكثير انتشرت المشاركات، ولكن ما في طريقة فعالة إنه نقيس مدى فعالية الحملات الإعلانية اللي بيعملوها أو تفاعل المستخدمين حول برودكت معين أو نشاط معين هم بيعملوه. بدنا نشتغل على فكرة مشروع ويب سايت اسمه فون فايندر. هلا فكرة الويب سايت إنه الواحد بده يدور على موبايل لإله وما بيلاقي مثلا سعر رخيص ومحل قريب. هلا فكرة المشروع تاعنا قائمة على إنه يعطي أقرب محل اليوزر اللي بيدور على الموبايل تاعه في بأرخص سعر وأقرب محل له. الفكرة من هالحدث هي إعطاء فرصة للشباب بطرح أفكار لمشاريع بيحلموا فيها أو حتى بيعملوا عليها حاليا، بالإضافة لتجربة عالم الريادة، علما أنه الفعالية بتعتبر بيئة يستطيع فيها الجميع العمل بمنتهى الحرية وبلا شعور بالخوف من أي خسارة، للانطلاق من بعدها بقوة إلى عالم الشركات الناشئة. أحمد الكيلاني، رؤيا.